نقدم لك مجموعة من الوصفات البسيطة مع جبنة كرافت كريم القابلة للدهن. جربي لفائف الصمون المحشوة اللذيذة هذه الليلة. لهذه الوصفة ستحتاجين إلى جبنة كرافت كريم القابلة للدهن وهذه المكونات. ابدأي بتحضير المكونات. قطعي الطماطم إلى شرائح والبصل، ثم أفرغ الزيتون وقطعيهم إلى شرائح. الآن قص اللفائف في المنتصف بالطول دون قصهم كاملاً من الجهة الأخرى. احشي الخس داخل الصمون وأضيفي شريحة من لحم الديك الرومي، البصل والطماطم. عصري كمية وافرة من جبنة كرافت كريم القابلة للدهن على السطح، وبلمسة أخيرة أضيفي الزيتون للتزيين. ستجدين وصفة لفائف الصمون المحشوة اللذيذة هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لتستمتعي بالطعم الأصلي لمزيد من المرح.